وفي دعم فلسطين يواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وخروج المصابين الفلسطينيين ورعاية الدول الأجنبية، حيث عبر المعبر إلى داخل قطاع غزة 73 شاحنة محملة بمواد طبية وغذائية ومستلزمات معيشية، إضافة إلى عدد من شاحنات من الوقود، بينما ينتظر خروج 25 مصابا فلسطينيا لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.